أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. العرب اللندنية: إيران تعد الصدر بسلطة سياسية محظوة في المرجعية بعد وفاة السيستاني. المدى: لجنة التحقيق ببناية البنك المركزي تنهي أعمالها دون الاتفاق على وجود تلاعب. وفي موقع الهيئة نت: ثوار الناصرية يبنون غرفا بدل خيامهم المحترقة. وفي موقع كتابات: ميسان والنجف والبصرة يدعمون متظاهري الناصرية. وجاء في صحيفة عربي 21: مقتل متظاهرين في العراق واعتصام بغداد يتجدد. في صحيفة القدس العربي: العراق 16 دولة تدين استخدام القوة المفرطة وتطالب بتحقيق. أما في العربي الجديد: الانتفاضة العراقية حراك لإيصال صوت المتظاهرين وكسب الدعم. تجاوز المنتفضون العراقيون يوم السبت الماضي حاجزاً آخر تم نصبه أمامهم لإضعاف عزيمتهم وإجبارهم على التخلي عن وطنهم. نصب الحاجز الجديد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري عن طريق الدعوة إلى مظاهرة مليونية في توقيت يثير الكثير من الأسئلة. مقال للكاتبة هيفاء زنجنا في صحيفة القدس العربي. لم تنهي هجمة قوات الأمن والشرطة والميليشيات الانتفاضة كما ظن النظام، بل استمرت الاحتجاجات وانعكست الصورة حين احتضنت الساحات أعداداً جديدة من المحتجين في بغداد وكربلاء والنجف والبصرة والديوانية، وهم يحملون العراق في قلوبهم سلاحاً يتحدون به المحاولات الفاشية لفض الاعتصامات. منذ غزو الشيطان الأكبر وتمهيده الأرضية لترعرع الشيطان الأصغر وفق صفقات متوالية، استخدم النظام الهجين في المنطقة الخضراء ببغداد عشرات الوسائل لاستنزاف وقتل روح المقاومة السلمية في روح الناس في جميع المحافظات، آخرها ضد منتفضي تشرين، حيث استخدموا الرصاص الحي وأطلقوا الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية العسكرية. اختطفوا المتظاهرين وعذبوهم، خاصة الأطفال والفتيات، أعدموا الصبيان ورموا عدداً من المحتجين من على الجسور، اعتقلوا الأحداث وعرضوهم بعد الاعتداء عليهم على شاشات التلفاز، سحلوا وعذبوا وقتلوا بعلم الحكومة والبرلمانيين ورؤساء الأحزاب. كل هذا موثق بالأسماء والأماكن من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومفوضية حقوق الإنسان. ما هي الحدود التي سيتوقف عندها النظام في جرائمه ضد المنتفضين التي تؤكد بازديادها وتنوعها غياب الوازع الأخلاقي والديني؟ ناهيك عن غياب الفهم السياسي. تضيف الكاتبة أن قمع المظاهرات لطخة عار أخرى في وجوه المنخرطين في العملية السياسية لتكمل وجودهم المؤسس على الطائفية والفساد. لطخة المتفرج الصامت على واحدة من أبشع الجرائم التي يتعرض لها المعتقل تحت إمرة جلادين يحاولون كسر إرادته من خلال انتهاك جسده وانتهان كرامته. يريد منا سياسة البلاد أن نعيش في هذه الفسحة، فلا مجال لاختلاف الرأي، وإذا فعلت ذلك فأنت جوكر وتقبض ملايين الدولارات من الإمبريالية الأمريكية، وإذا عاندت فلا خيار سوى رصاص القوات الأمنية. وكان مشهد إطلاق الرصاص على الناشط علاء الركابي دليلا على أن هذه القوات لا يهمها أحد ولا تؤمن بالسلمية، وهي تتلقى أوامرها من الأحزاب وليس من الحكومة، مثلما أخبرنا السيد كريم النوري. مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. لا خيار لكم أيها المحتجون، فأنتم عملاء خونة طالما خرجتم على السلطة الساسة.
ولأنكم صرختم بصوت واحد نريد وطن، والمشكلة أنه لا أحد من ساسة البلد يريد أن يسأل نفسه كم هي المسافة التي قطعها النظام الجديد في العراق خلال 17 عاماً الماضية. ما هي نسب النمو والتطور والتقدم ومستويات الدخل؟ كم هو عدد المستشفيات والمدارس التي بنيت؟ والأهم، ما مقدار الأمن والاستقرار الذي تحقق؟ أين ذهبت مليارات النفط؟ الجواب الوحيد هو عدد القتلى الذين يتضاعفون يوماً بعد آخر في قلب عتمة خطابات التهديد ورصاص القوات الأمنية ومحاولات شيطنة الاحتجاجات، وسط غبار من المؤتمرات التي لا تصلح للاستخدام البشري، وفي ظل مخطط شديد الانحطاط للقضاء على المتظاهرين. يأتي عراقيون مثل علاء الركابي ناصع الضمير يتحدثون فتصدقهم الناس، فتنبعث الانتفاضة من سكونها على نحو أوسع وأجمل وأكثر إصراراً على انتزاع الحق وملامسة المستحيل والإصرار على تحقيق الحلم. إنها الانتفاضة التي اختطف شعلتها شباب بعمر الزهور، كان علاء الركابي قد أصبح أيقونتهم، يضيف الكاتب. اندلاع التظاهرات في العراق لم يأتي بمعزل عن واقع المنطقة وسياسة المحاور التي تعيشها أقطاب دولية وأقليمية تسعى لبسط السيطرة والنفوذ. سلاح الجيل الخامس هو الإعلام الإلكتروني وسهولة إخضاع المتلقي لكميات هائلة من الأخبار المزيفة والحقيقية، بما يسمح لتمويه عقل المتلقي بين الكذب والصدق. حول الصراع الأمريكي الإيراني كتب سيف أكثم مقالا نشره موقع يقين نت. بعد أعوام عديدة ترك الإعلام لمن هب ودب، فأصبح السلاح المحرك لعقول الشباب من أشخاص يخضعون لأجندة خارجية تعمل على تهيئة عقول الناس بقبول كل ما يقوله حتى لو عارض نفسه وتناقض معها. هناك محركات لهذه الأفعال وردود الأفعال، جهات تنتظر الفعل كي تكون رد فعل يخدم مصالحها، وهي غالباً ما تكون جهات داخلية. أما الجهات الخارجية أو المدعومة خارجياً والمتوافقة معها تصنع الفعل وتوجه لصناعة الحدث المدروس جيداً والمواكب لتلك التطورات، حيث ينتج اندفاع كبير لدى الفئات المستهدفة مع ترويج إعلامي ومحاكاة للعقل الجمعي البسيط والعقول التي تفكر بأذانها أكثر من عينيها، وهذا ينتج زخماً خادعاً يطول كثيراً من الطبقات حتى الأكاديمية، والهدف هو صدام وفوضى وتقييد لحريات الناس، وهذا يوفر بيئة لنشوء فراق الموت، حرب لفرض الرأي والسلطة بمنطق القوة وليس بقوة المنطق. يضيف الكاتب: اليوم يعيش العراق ظرفا حساسا جدا، وهو لم يتعافى من جراحه القديمة ومراهنات الأعداء على نفاذ صبره وشوك سقوط المحافظات بيد أو وشوك سقوط المحافظات بيد المحتجين، مما ينقل الوضع إلى ما يحمد عقباه. مع هذا التصور هناك جانب وصورة أكثر إشراقا، وهو النزول الميداني للمتظاهرين السلميين، حيث سيكون والورقة الضامنة الوحيدة لإنقاذ العراق من تلك المخططات. أعاد المتظاهرون المناهضون للحكومة نصب خيامهم التي أحرقت في أنحاء العراق، سعياً لمواصلة زخم احتجاجاتهم وسط تخوف من تصعيد عقب هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد. تقرير لصحيفة العرب اللندنية، فلنتابع. ويخشى الناشطون المناهضون للحكومة من أن يؤدي صراع مماثل إلى إنهاء حراكهم الاحتجاجي المتمسك بمطالبه والتي زلزلت الكيانات الحاكمة التي تتمتع بنفوذ كبير بدعم من إيران. ويطالب المتظاهرون منذ الأول من أكتوبر بإصلاحات سياسية عميقة، ويدعو المتظاهرون إلى إجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون انتخابي جديد،
ولرئيس وزراء مستقل ومساءلة المسؤولين الفاسدين وأولئك الذين أمروا باستخدام العنف ضد المتظاهرين. ويحاول المتظاهرون الذين بدأوا منذ أسبوع إغلاق شوارع وجسور وطرق رئيسة تربط المدن بعضها بالإطارات المشتعلة، يحاولون تكثيف الضغوط على الحكومة للقيام بإصلاحات طال انتظارها، لكن ذلك قوبل برد باستخدام القوة من قبل قوات مكافحة الشعب. وكتب أحد المحتجين على لافتة رفعها في كربلاء جنوب العراق: من أجلك أنت فقط يا عراق، في إشارة إلى رفض حركة الاحتجاج لكل توظيف سياسي لها من أحزاب عراقية أو أطراف أجنبية. وجاء في التقرير بأن انسحاب الصدر وأنصاره من ساحة التظاهر في بغداد ربما جاء بأثر عكسي، بأنه حرر حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة من الارتهان لقوة رجل واحد ودفعها إلى مبادرة جديدة. وحده التخريف في مسماها صفقة القرن كافٍ لكي لا تؤخذ على محمل الجد، فضلا عن انعدام السياسة في أي من بنود هذه الصفقة التي والحق يقال نجحت ميديا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إشاعة بعض الترقب لمعرفة تفاصيلها. مقال للكاتب معن البياري في صحيفة العربية الجديدة. إنها حسابات انتخابية وغير انتخابية تخص نتنياهو جعلت ترامب يفطن إلى أن في صفقة القرن ما قد يسعف صديقه هذا، بل وربما أيضا ما قد ينفعه هو نفسه، في واحد من مواضع حملته الانتخابية لولاية ثانية له رئيسا. أما مضامين الصفقة هذه فإن مطلعة ما نشرته عنها صحافات عبرية تنبئ بأنها لا تتجاوز كثيرا المصدقة على ما هو قائم ومتحقق وعلى الذي تباشره سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وتسنده قرارات إدارة ترامب من قبيل تسمية القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل وتشريع الاستيطان وضم بعض الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل التي تعترف واشنطن بها في الصفقة دولة يهودية. لا يستدعي إعلان البيت الأبيض كلاماً كهذا، ومثله كثير في الصفقة غداً أو في أي وقت، أي فزع فلسطيني ببساطة، لأن خطط ضم أراضي فلسطينية إلى دولة الاحتلال وبناء المجمعات الاستيطانية والتهويد النشط في القدس وإطلاق يد المحتلين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية جار تنفيذه كل يوم من دون حاجة لمهرجان إعلامي أمريكي مصطنع. المفزيع هو الحال الفلسطيني البائس بالانقسام إياه وبتأكل الخطاب الوطني الجامع وباهتراء المؤسسية الفلسطينية الفاعلة والعجز العام عن توليد خيارات كفاحية متعددة المستويات في مواجهة الاحتلال وخططه وصفقاته. لا يختلف العالم العربي عن بقية دول العالم في النهج التدخلي الإمبريالي الأمريكي، إذ أطيح بحركة الإسلام السياسي التي وصلت إلى السلطة بانتخابات ديمقراطية تحت ذريعة دكتاتوريتها واستبدادها وصولاً إلى وصمها بالإرهاب وبذريعة تهديد الاستقرار. مقال للكاتب حسن أبو هنية في موقع عربي 21. يتشارك الخطاب الإمبريالي الأمريكي في عصر ترامب مع الخطاب الدكتاتوري العربي في زمن السيسي في خرافة الإسلام السياسي المزعزع للاستقرار. إن إطلالة سريعة على الوضع في العالمين العربي والإسلامي تشير بوضوح إلى نقيض أطروحة الإمبريالية والدكتاتورية المتعلقة بربط الإسلام السياسي بعدم الاستقرار، ذلك أن الإسلام السياسي شكل أحد أهم عوامل الاستقرار، فالدول التي اعتمدت مقاربة تقوم على نظرية اشتمال الاعتدال في حدها الأدنى هي أكثر استقراراً وأبعد عن الفوضى والعنف بفضل رهانات الإدماج والاستدخال ولو كان جزئياً، كما هو حال تونس والمغرب والجزائر والأردن والكويت. الأنظمة الدكتاتورية العربية
التي تبنت نهج استئصال حركات الإسلام السياسي تعيش حالة من عدم الاستقرار أو الهشاشة أو الفوضى. فالمظاهرات الأخيرة في مصر برهنت على خلل مقاربة الاستقرار للديكتاتورية الفجة. وفي سوريا التي تبنت نهجاً استئصالياً مبكراً لحركات الإسلام السياسي شهدت حالة من الفوضى والعنف، ومن المرجح أن تبقى في إطار عدم الاستقرار فترة طويلة. يضيف الكاتب خلاصة القول إن التعامل مع الإسلام السياسي كمهدد للاستقرار لا يعدو عن كونه أحد أكثر الأساطير التي تروج لها الإمبريالية الأمريكية بالتماهي مع الدكتاتورية العربية شيوعاً، رغم أن الوقائع المتعينة في طول العالم العربي والإسلامي وعرضه تدحض تلك الأسطورة وتدلل على نقيضها تماماً. اكتشف فريق من الباحثين بقيادة أستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن جيفري ريفيل الإشارات الكيميائية التي تقود البعوض لتلقيح أنواع محددة من زهور نباتات الأوركيد. وذكر بحثهم الذي نشر في دورية بروستنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أن زهور الأوركيد تنتج باقة متوازنة من المركبات الكيميائية التي تحفز حاسة الشم لدى البعوض. لبعض هذه المواد الكيميائية تأثيرات جاذبة أو قامعة للبعوض، ويمكن أن تساعد النتائج البحثية الجديدة في تطوير مواد طاردة للبعوض أقل سمية، وفهم كيف يستجيب دماغ البعوض للمعلومات الحسية، بما في ذلك الإشارات التي في بعض الأحيان تؤدي للدغ الأنثى البعوض أحدنا دون الآخر. تنتشر نباتات الأوركيد ذات الأوراق الحادة على نطاق واسع في معظم المناطق الباردة من نصف الكرة الأرضية. وقد تحقق فريق ريفيل من الأبحاث السابقة التي أظهرت أن البعوض المحلي يلقح هذا النوع من الزهور فقط ولا يقترب من أقربائه البريين الذين ينمون في الموئل نفسه في غابة أوكاواغان ويناتشي الوطنية في ولاية واشنطن. والآن إلى الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.